سؤال، ايه رايك في اختيار الحجازي والونش الاثنين مع بعض؟ كويس. انا شايف اصل الحته دي هي اقل حته عندنا، بس انا في اختيارات طبعا كان ليا تعليق عليها، بس يعني لكن انا شايف حته السدباكين تحديدا. خلي بالك مين بيلعب في المنتخب الاولمبي؟ بيلعب مرعي، وادي دجله، يعني وادي دجله مش احسن حالاته. عبد السلام بيكم ما بيلعبش، عبد السلام ما بيلعبش، اسامه جلال، اسامه جلال هو الوحيد اللي بيلعب، وبالتالي انت الحته دي عندك مشكله كبيره جدا. فانا شايف ان هو يعني وينش احسن حاليا من احسن مدافعين في مصر او احسن مدافع حاليا، وحجازي لعيب كبير يعني. فاختيار موفق، وانا برضو بقول اختيار كويس. بس انا كنت شايف الوضع ان عبد القادر بتاع سموحه كان ممكن يكون موجود في القائمه دي مكان عبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن ما لعبش خالص خالص، ولا نصر ماهر لعب خالص يعني، ومحمد صادق في الاسماعيلي عمل برضو موسم كويس قوي قوي. صح، صادق لعيب كويس. فما اعرفش طبعا، هي طبعا وجهات نظر، لكن يعني نصر ما لعبش، عبد القادر بيلعب وكويس وهو بيلعب في نفس المكان تقريبا. لكن ساعات المدرب، انت مدرب بتبقى انت لما بتلعب مع لعيب بيلعب عندك لعيب بقاله كتير وعارفه، بتطمن له اكتر شويه من لعيب جديد لسه جاي عليك. لا، وساعات في حاجات كده كابتن حازم، وانت داخل بطوله كبيره كميه اللعيب ده ماشيه مع المجموعه. اللعيب ده اللعيبه، انت حاسس كمدرب قاري كده انت وجهازك ان اللعيب ده المجموعه مش قابلاه قوي اكتر من لعيب تاني. فبقى الحاجات دي مهمه جدا وانت داخل على بطوله، وانت داخل على بطوله كبيره. عبد الرحمن مجدي بقاله فتره بعيد، وناصر ماهر بقالهم فتره بعيد، لكن شاربين طريقه لعب كابتن شوقي. دي كمدرب بالنسبه لك احسن يكون لعيب دلوقتي بيلعب وراكب وماشي كويس؟ ساعات كان كابتن جوار الله يرحمه كده على فكره. طبعا كان يجيب لعيبه ما بتلعبش، بس هو عارفها اكتر من لعيبه متالقه ساعات كده. بص فاكر؟ طبعا.